let me down. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب بخير. رجعت لكم فيديو جديد، طبعا راح اشرح لكم مهمة المهمة مع المونتسنو هاي اللي قدامكم، اسمها والله شو اسمها، هيلسايد سترانج لود. طبعا شباب هاي اغلبكم يعرفوها، فالشرح هذا للي ما يعرف او ما مفتهمها او ما مفتهم شنو يسوي او اللي يريد يستكشفها اللي ما شايفها، ف خلي نبدي وراويكم شكو بيها وشنو ما بيها. يلا نبلش. طبعا هنا أنا راح تحتاج قاذف لهب، اذا انت فيروس فامورك توب، اذا كنت فيروس امورك عالي العالي. لا تجي وحدة تلزق، خليهم هم كبش فداء، حتى ذن اللي يلزقن يروحون عليهم. طبعا شباب فيديوهات قليلة لان هاي شنو، وين لاطش شكو، فيديوهات قليلة لان شوية تعبان وتدرون، فان شاء الله شوية شوية كثر بالفيديوهات. عندي هواي فيديوهات حلوة راح انزلها ان شاء الله عن قريب، وراح اسوي لكم شروحات. هسه نعلي الصوت على مود طبعا النت ما اعرف اللاج. هنا شباب ذن الشرانقة، الشرنقة ملفو بها الزومبي، تفلشن على موت تلقى ذول الان بي اس ميتين تاخذ منهم الرمز. شوف اللاج يا الله، هنا تفلشن اذا طلع لك زومبي تعوفه تروح لغيره. الرادة 3 ارقام، هذا هم الزومبي. اي ادري هاي ليش لاج، ويجيك واحد يقول لك ليش ما تلعب نانسي، ليش كلاتك قليلة، والله الانترنت. لا هذا داق ما اعرف ليش. المهم جاي اشرح لكم اني هاي وحدة ولا قدر واخر. هسه كملا هذا الرمز، فواحد يدخله منكم بهذا الباب راح ينفتح الباب قبل. ما اعرف ليش لاك هاي صار، ايش قد ما صار عندي لاق بيها، ما ادري شي اصور والعبها ما جاي اعرف. كنت لون هذا الحلو هذا راح ياخذ البنية ويشرد، فانت اذا يعني لا تخلوه يشرد،
اذا عبر هذا هناك وباب اذا عبره قبل تخسرون، اذا تيم قوي قبل يقتلوا، بس اذا تيم ضعيف يعني احتمال يعانون شويه. نقص صوت شويه. هنا أنا هذول الزومبي اكيد هم عليكم بيهم، تنتظرون هنا بس يجي زومبي كبير هذاك، شوفوا اخذ البنية تقتلوهم ما تخلوه يعبر حتى ما تفشلون. ما في زمان دمج هاي اعرف لا هاي هيك الزومبي كلهم تعرفون، بس هذا الكبير تكتله. على ما ينتهي هذا الخط نروح انه بالفينو. يا خبر سويت اتصال اتصالات والله لا مصيبة. لا بعد الخطوة شوف وين طحت. لا يا مطي هسه يجون وراك. دمجي قليل ما عاد جاي بسبب اللاج. 23 زين. هسه نروح الحج فينو. شباب دعمكم على الفيديو لايك اشتراك شي مو تغلسون. طبعا المهمة سهلة، يراد لكم بس اثنين اقوياء بالتيم. لا اطلع ما عندي ذخيرة. يراد لكم بس اثنين اقوياء بالتيم يدبرون يعني المهمة، بس اكيد يحتاجون مساعدة مو هيك. يلا الزمن ها هذا تطلع عليه تنفجر. هذول أربع لاعبين قدامك. راح ودع. مهمة سهلة ما أراد لها شي، بس يراد لكم اثنين ثلاثة اثنين أقوياء بالتيم يدبروها. هذا أتعص صندوق، خلنا نشوف ايش تطلع لنا. على حظكم. زين انا القطعة مال السلاح الوحيدة. الله دمجي دمج 25 اي متعادل، بس شوية اللاج ما يخليك تلعب. خلاص فيديو اليوم شباب، ان شاء الله اللي ما يعرف لها يعني عرف واستفاد وشاف شنو بيها وشنو ما بيها. دعمكم واشوفكم خير حبايب قلبي. وفي أمان الله.